خلينا نروح لجزئيه تانيه معانا بعد هذه الاخبار اللي احنا يمكن اتكلمناها متعلقه بالخبر الاخير. يمكن الجزء اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو جزء لا يتجزأ من واقعنا اليومي، وهو الجزء الخاص بتفنيد اكاذيب جماعه الاخوان الارهابيه اللي خلاص زي ما كلنا شايفين ومتابعين ما بقاش ليهم حاجه باقيه في تكوينهم الارهابي غير اللعب على نشر الشائعات، محاوله خداع الناس باي شكل باي طريقه، لان هم فعلا من بدايه وجودهم كتنظيم ارهابي اعتمدوا في منهجهم على هذه الصفات، الكذب والخداع والتضليل والتشويه. الجماعه الارهابيه اللي جاندت كل اتباعها بتمويل قطري عشان يحاولوا في اخر ايامهم باذن الله ان شاء الله، بتحاول مع كل تحدي جديد بتتخطاه الدوله المصريه بمؤسساتها وقيادتها السياسيه ان هي تمارس منهج الكذب وتنشر التضليل وبتشوه صوره الدوله المصريه. فتلاقي مع اي ازاله لاي تعدي على اراضي الدوله بكاء ونحيب وصراخ، واخر مخططاتهم اللي شفناها كانت محاوله لاطلاق شائع بانه الدوله المصريه بتهد بيوت الله، والحق بقى يا مؤمن وشوف يا مسلم، وطريقتهم بقى المعتاده اللي كلها كذب وتدليس. انما في حاجه لازم كلنا نكون عارفينها، حاجه اسمها واقع، حاجه اسمها ارقام احصائيات اللي كلنا محتاجين نتاكد منها. ممكن بكل بساطه على فكره تنزل تشوفها بعينك، تلمسها بايدك. يعني الناس اللي بتسمع وبتصدق يعني هذا الكذب والهراء والافاقين مرتزقه قطر، يعني ازاي؟ طيب مصر اللي بيتهموها ان هي بتهد بيوت ربنا من 2014 لحد النهارده بنت في المدن الجديده، بس المدن الجديده فقط نتكلم عن 1200 مسجد جديد. يعني حضرتك كده لو حسبناها بالورقه والقلم كأن مصر من 2014 لحد النهارده بتبني كل يومين جامع جديد، او كل اسبوع 3 مساجد، او كل شهر 15 مسجد. وفين بقى المساجد دي؟ مره تانية بنقول لحضراتكم هذه المساجد في المدن الجديده فقط. وليه بنركز على جمله المدن الجديده فقط؟ لانه العاصمه وبقيه المدن الجوامع فيها برضو تتبني وكتير جدا، بس احنا حبينا فقط نركز على المدن الجديدة علشان نربط إنجاز بإنجاز تاني، مش يبقى كلام وخلاص زي ما أخوان الشيطان بيعملوا وبيقولوا. وزي ما قلت لحضراتكم اللي عاوز يتأكد ينزل ويشوف الصور اللي احنا بنعرضها لحضراتكم دلوقتي. دي صور مش من الخيال على فكرة، دي صور من الواقع، من على الأرض، مش صراخ وكذب وهتاف مضلل من اللي بيشتغل عليه بواقي مرتزقة إخوان الشيطان، مرتزقة قطر، اللي هم في الحقيقة مش بس مرتزقة، لا هم كمان فاشلين على فكرة. هنروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم بالأرقام الحقيقية، الإنفوجراف اللي هيوضح لحضراتكم حجم اهتمام الدولة المصرية بإنشاء وبناء دور العبادة في المدن الجديدة. مئات المساجد في قرابة 30 مدينة جديدة هنشوفها مع حضراتكم في الإنفوجراف اللي جاي.